بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد ونشرة أخبار تأتيكم من قناة النادي الأهلي. النهاردة عندنا أخبار كتير جدا ومهمة جدا. نبدأ بأول أخبار. مجلس النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، عقد في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وكان هناك بعض القرارات. تعالوا نشوف مع حضراتكم أبرز القرارات مع المتحدث الرسمي الأستاذ شريف فؤاد، ونرجع نكمل كلام. الشكر جزيل وموصول لقناة النادي الأهلي وللزملاء ممثلي وسائل الإعلام المختلفة اللي حريصين الحقيقة على متابعة نتائج اجتماعات مجلس الإدارة اللي كان مخصص اليوم لبحث بعض الموضوعات، بالإضافة إلى ما يعرض عليه من لجنة الكرة. حضراتكم تابعتهم معانا البيان اللي نزله النادي الأهلي على موقعه الرسمي، ونشرناه الحقيقة لكل وسائل الإعلام الخاص بإرجاء اختيار المدير الفني للنادي الأهلي. لجنة الكرة عندها أكثر من خطة بديلة للتعامل مع هذا الأمر، لأنه من الواضح أن في متغيرات يعني بتطرأ فيما يتعلق بالاتصال وبعض التدخلات اللي بتحول أو بتغير يعني المدرب بعد ما يتم الاتفاق معاه. ركزنا في بياننا على أنه كان التوقيع تم زي ما حضراتكم تابعتم معنا مع أحد المدربين، والنادي الأهلي لديه عقد بهذا الأمر، وفي شرط جزائي. مجلس الإدارة له مطلق الحرية في التعامل مع هذا الأمر، لكن عنده بدائل فيما يتعلق باختيار مدير فني أجنبي بعد ما اعتذر المدرب اللي يصل إلى القاهرة اليوم للإعلان وتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم. أنا كل اللي بطلبه من جمهور النادي الأهلي أن يطمئن تماما ويكون عنده ملء الثقة في مجلس إدارته اللي بيقود منظومة العمل في النادي الأهلي باحترافية وبمنهجية علمية، وما فيش حد كمان يزايد على انتمائهم للنادي الأهلي. يعني أنا مقدر جدا حرص الجمهور ورغبته في فكرة بداية الموسم والبطولة الإفريقية وما إلى ذلك، لكن أيضا هناك لجنة كرة وهناك مجلس إدارة يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق حلم الجماهير الأهلوية وتحقيق الاستقرار لقطاع كرة القدم، وقريبا إن شاء الله يكون في أخبار طيبة في هذا الأمر. ده فيما يتعلق بقرار لجنة الكرة اللي عرض على مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة طلب من لجنة الكرة الاستمرار في تنفيذ يعني خططها البديلة، وأكد لهم أنه هناك دعم مادي ومعنوي كامل من المجلس لقطاع كرة القدم. بعض الأمور الأخرى عرضت على مجلس الإدارة تتعلق بفكرة اعتماد نتيجة مزايدة لجنة البث. حضراتكم عارفين أنه شركة بريزنتيشن فازت بالمزايدة الخاصة ببث مباريات النادي الأهلي بما قيمته 500 مليون جنيه. إزاي 500 مليون وإحنا أعلننا قبل كده 400 مليون؟ صحيح، في 400 مليون نقدا وفي 100 مليون من مصادر أخرى. 400 مليون نقدا هناخد منه 20% بمجرد توقيع العقد، والباقي على اقساط ربع سنويه. ال 100 مليون اللي بنتكلم عنهم هم عباره عن يعني خدمات هتؤديها شركه بريزنتيشن للنادي الاهلي تساوي فلوس، زي وجود مراسل من قناه النادي الاهلي المحترمه في كل مباريات الدوري ومباريات النادي الاهلي باللوجو بتاعه، حريه اجراء المقابلات مع اللاعبين والاجهزه الفنيه، زي ان النادي الاهلي هيذيع كل مبارياته متاخره 90 دقيقه. مش كده وبس، لا، وهيحتفظ بيها، هتصبح ملكا ليه، يعني هتدخل ارشيف النادي الاهلي، ودي قيمه ماليه كبيره جدا. بعض المباريات اللي شركه بريزنتيشن لها حق اذاعتها في اللعبات الجماعيه هتمنحها للنادي الاهلي، بالاضافه للملخصات، ملخص مباريات الدوري كله اللي هو بنسميه الهايلايتس، وده حضراتكم عارفين ايضا انه بيدفع فيه مبلغ كبير. فالحقيقه انه إدارة التسويق بالنادي قدرت هذا الأمر بما لا يقل عن 25 مليون جنيه في السنة، يعني 100 مليون في الأربع سنوات يضاف إلى 400 مليون جنيه نقدا. إذا النادي الأهلي سوق مبارياته بنصف مليار جنيه، بالإضافة إلى حقوق الرعاية اللي بتبلغ نصف مليار جنيه، يبقى النادي الأهلي فعليا غطى المليار جنيه حقوق رعاية وبث، وهذا إنجاز تاريخي. فتم اعتماد الحقيقة هذا الأمر في مجلس الإدارة اليوم، بالإضافة إنه كان في لجنة أو مذكرة من النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر عرضها نزولا على رغبة بعض الأعضاء أولياء أمور اللاعبين في فرق النادي المختلفة. الحقيقة النادي كان حريص علشان يبقى دائما مظهره الحضاري والسمت المميز للفرق المختلفة النادي الأهلي، إن هم يقدموا للعبات المختلفة الحقيقة أزياء وملابس رياضية بسعر التكلفة، بل والنادي كمان بيدعمها. يعني بعض أولياء الأمور
كانوا قالوا ان احنا ممكن نخفض هذا المبلغ او ندفعه بالتقسيط. فالحقيقه مجلس الاداره استجاب على الفور، رغم انه الشنطه اللي فيها تأمين لبس وفيها تريننج سوت وفيها شنطه وفيها حاجه للتدريب، يعني شنطه بكل مقوماتها الرياضيه الحقيقه، لو اي لعيب بيشتريها من بره هتتكلف ضعف هذا المبلغ. النادي بيبيعها ب 500 جنيه للفرق الجماعيه و 400 جنيه فقط للكاراتيه. بقول لحضراتكم ده بسعر التكلفه، وفي دعم كمان من النادي. فمجلس الاداره قرر استجابه لرغبات بعض اولياء الامور انه يتم تقسيط هذا المبلغ البسيط على سنه كامله مش بس 6 شهور، مع ضروره انه اللاعبين كلهم يكون عندهم هذا اليونيفورم او الزي الموحد اللي يليق باسم النادي الاهلي وبفرقه المختلفه. المجلس دائما منعقد، جلسته مفتوحه للتعاطي مع اي امور اخرى تطرا. ويعني الحقيقه كان النهارده الافطار المجلس بكامل هيئته مع اسره العاب جهاز السباحه او جهاز السباحه وخصوصا فريق الباليه المالي. فكان الافطار في نادي مدينه في نادي اهلي مدينه نصر زي ما كان الافطار الاسبوع الماضي في الجزيره، والسحور قبلها بيومين في الشيخ زايد. كل سنه وحضراتكم طيبين، ومره ثانيه لجمهور الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي اطمئنوا، الاهلي كبير ويقود مجلس إدارة محترم محترف ومحترم ويقدر قيمته ويعلم أين مصلحته. إن شاء الله الأخبار المقبلة ستكون طيبة بإذن الله. مشكور. كلام مهم جدا عن البث التلفزيوني للنادي الأهلي وصفقة الرعاية 500 مليون جنيه. طبعا من أحد أهم العوامل لتقدم أي نادي هو زيادة الموارد، إنك إزاي تطور من نفسك وإزاي تقدر توصل إنك تجيب موارد ضخمة للنادي الأهلي. النادي الأهلي احتياجاته كتيرة وقيمته كمان كبيرة جدا، فده إنجاز مهم جدا يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي، إنك بتنوع الريسورسز بتاعتك وبتضخمها بحيث إن أنت يكون عندك ماني باور، تكون عندك قوة اقتصادية وقوة مالية تقدر تخش فيها تصرف على كل ألعابك وكل نشاطاتك وكل فروعك وكل هذه الأمور، وأيضا هناك المزيد بإذن الله. خلينا نروح ل تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد، وفي تقرير مهم جدا مع كابتن محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الأهلي، وأيضا لينا تعقيب بعد ما نشوف هذا التقرير. نطلع نشوف ونرجع ونكمل كلام. مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، هنا من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، واجتماع هام للجنة الكرة عقد بعد ظهر اليوم برئاسة كابتن محمود الخطيب، وفي حضور أعضاء لجنة الكرة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الرياضي لقطاع كرة القدم، والكابتن حسام غالي المنسق العام لقطاع كرة القدم وعضو اللجنة، والكابتن علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة، والكابتن محمد فضل مدير التعاقدات بقطاع كرة القدم. اجتماع كان هام جدا لتحديد هوية المدير الفني الأجنبي الذي سيقود فريق كرة القدم خلال الساعات القادمة وخلال الفترة القادمة ابتداء من الموسم القادم. تفاصيل كتير عن هذا الاجتماع وهوية المدير الفني والقرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع، معي في هذه اللحظات الكابتن محمد فضل عقب الاجتماع مباشرة لكي يطلعنا على تفاصيل اجتماع لجنة الكرة وما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة القادمة بالنسبة للمدير الفني، خاصة بعد الإعلان بالأمس عن 3 مدربين سيتم الاختيار من بينهم خلال الفترة القادمة. كابتن فضل، أولا برحب بيك وتعازينا ليك وتعازي كل جمهور النادي الأهلي بالتأكيد في شهر رمضان الكريم، وبالتأكيد في وفاة نجلك إسماعيل. الحمد لله، طبعا كل سنة وحضراتكم والسادة المشاهدين طيبين، وإن شاء الله رمضان كريم على مصر كلها والأمة العربية، والحمد لله. طبعا النهاردة كان في زي ما حضرتك عارف اجتماع لجنة كورة، وكانت يمكن الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير جدا وشغل كتير جدا، يمكن الواحد يعني الله يرحمه ابني يعني، ولكن طبعا الواحد كان بيشتغل على طول من تاني يوم، وعملنا كان في معايير محدده لاختيار المدير الفني، مشينا على جميع المعايير طبعا بالتنسيق مع لجنه الكوره، وقدرنا ان احنا فعلا نتوصل لاتفاق نهائي مع كان في اسامي مرشحه كتير جدا، اتفاق نهائي تم توقيع العقود، اقامه، ارسال تذاكر، كل حاجه
كل حاجه انتهت طبعا في الفتره اللي فاتت دي، ومفروض ان النهارده كان الراجل يبقى موجود على الساعه 7:30 بالليل، ولكن كان هيبقى الطياره عشان الطيران كان مدته طويله شويه، كنا بنتكلم في حوالي 12 ساعه، فالمفروض كان يبقى في الطياره دلوقتي، ولكن على الساعه 12:30 واحده بالليل فوجئت برساله ان هو بيعتذر عن ان هو يجي يبقى مدير فني للنادي الاهلي. طب ايه اسباب الاعتذار؟ ان هو عنده ظروف اسريه. طبعا انا بالنسبه لي كشخص يعني غير مقبول، مش كنادي يعني، انا كشخص غير مقبول بالنسبه لي لاي ظروف طبعا، ولكن احنا كنادي عندنا مبادئ وبنحترم طبعا كل حاجه، ولكن العقد بقولك تم توقيعه بالفعل، تم اتفاق على جميع البنود، كل حاجه رتبنا، بقولك تذاكر على طول في انعقاد مستمر، على طول في بيبصوا على طبعا حاجات كتيره جدا ومعايير مبعوثه للمدربين. في الاخر هو هدف ان نجيب مدير فني قوي، ولكن طبعا بقيه التفاصيل عند لجنه الكره طبعا، خاصه بالتعاقد الخاصه بكيفيه التعامل مع هذا الموقف. هو موقف بالنسبه لنا احنا كنادي بينتهي تماما سواء بالاعتذار، ولكن في الاخر في حاجات تانية بقى بتبقى مختلفه لقطاعات اخرى بتشوف بقى بتتناول الامور. يعني الجمهور هيتساءل كتير بالتاكيد في هذه اللحظه كابتن فضل وانت بتعلن هذه التفاصيل، هل مصرح باعلان اسم بقى المدرب اللي كان تم الاتفاق معاه واعتذر، ولا خلاص هو ملفه اغلق ولن يتم الكشف عن اسمه او حتى جنسيته بعد اللي كان الاتفاق والتوقيع التعاقد معاه، ولا خلاص هو ملف اغلق بالنسبه للجنه الكره بتفكر في اللي جاي؟ بص، دايما اي نادي كبير بيفضل طول عمره كبير بمبادئه وتاريخه واسامه. خلاص لو قعدت تفكر في الماضي مش هتبص للمستقبل، صفحه انتهت تماما. احترامنا للجميع، احترامنا ليه هو شخصيا، حتى لو حصل اي حاجه دايما بنحترم، ولكن انت دايما بتبص لقدام. خلاص دايما، حتى كمان انت متعود كجماهير او كاداره، ما بتاخد بطوله وبتبص على اللي بعديها، تاخد بطوله وبتبص على اللي بعديها، ما تحبش تفرح. هو ده الضغط اللي عليك، وده ضغط بيبقى ضغط ايجابي جدا احنا متحملينه كابناء النادي او كمجلس اداره طبعا، او اي حد بيبقى عاوز ان هو يقدر يعلي المنظومه باي شكل. فزي ما قلت لحضرتك، مبادئ هي الاساس ثم البطولات والقيم. الموضوع اتقفل تماما، بص للي بعده ان شاء الله باذن الله. هدفنا هو حاجه واحده بس، هو ان احنا يبقى في فريق قوي بجهاز فني قوي، بطولات، ان هو ده الهدف، مفيش حاجه تانية. يعني ما اقدرش اقول لك او اجمل لك كلام، هو ده هدف النادي الاهلي، هو ده شعار النادي الاهلي، مبادئ قبل بطولات. صفحه اتقفلت، تعاملنا مع الامور بشكل احترافي شديد جدا جدا في جميع تفاصيله، في توقيتاته، في كل الترتيبات، انا بقولها لك في سريته، في كل حاجه، ولكن في نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك احنا بنحترم الجميع. ممكن يجي لك ظرف في اي لحظه، ولكن برضو في حاجه اسمها احترافيه هيبص لها القطاعات المنوطه بالنظر في الامور، وخلاص نبص لبعضه. اذا لجنه الكوره في بدايه اجتماعها النهارده كانت عندها اوكي معلومه رسميه ان المدرب اعتذر ولن يتواجد، وسيتم يعني المناقشه هذا الملف في هذا الاجتماع. تم يعني الغاء هذا جنسيه المدرب من الثلاثه مدربين، ولا بيتم فتح الملف بشكل اوسع خلال الفتره القادمه عشان بس يبقى الجمهور مطلع من خلالنا ومن خلال قناه النادي الاهلي عن التفاصيل، عشان ما تبقاش في معلومات. انت عارف كابتن فضلي دايما كلام كتير الفتره الاخيره، لكن لما بيسمعوا المعلومه من مصدرها الرسمي، هل هيتم الاستقرار او المفاضله بين جنسيه المدربين الاخرين، ولا بيتم فتح الملف بشكل مختلف خلال الايام القادمه؟ لا، الامور دي تبقى طبعا امور سريه، هي طبعا لجنه الكره هي اللي بتقرر. طبعا في حاجات انا طبعا الواحد على علم ان الجماهير طبعا بتبقى دايما قلقانه، لكن انا اقول لهم ان جماهير الاهلي، لا يعني جماهير الاهلي اوعى تقلق، ما تقلقش طول ما انت في ناس محترمه وناس بتحب النادي وناس بتتعب، ما تقلقش تماما خالص. يعني الملف ده مع لجنه الكره تماما، انا غير مصرح بالحديث فيه تماما، وظيفتي محدده، لكن اللي انا اقدر اقوله الفتره اللي فاتت الامور والله يعني بما يرضي الله انتهت بشكل احترافي شديد جدا جدا، ولكن الاعتذار ده بالنسبه لنا كان غير مقبول، ومعانا جميع مش هقول لك الادله، ان احنا مش في يعني احنا مش داخلين في خلاف، ولكن كل حاجه تثبت كلامنا، كل حاجه خلاص قفلنا صفحه نبص على بعديها،
جمهور الاهلي دايما ما خلاص لازم يبقى مطمن على طول ان في ناس من قبل ان هي بتشتغل بتحب النادي. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى في امور كويسه، وطبعا هتبقى مع لجنه الكوره حديث عنها باذن الله. اكيد. وانت عندكم ملفات كمان مهمه الفتره القادمه، مش هتكلم عن المعسكر الاستعداد للموسم الجديد، لا قائمه الفريق وملف الاعارات واللاعبين والصفقات في ظل يعني انحصار القائمه في 25 لاعب بشكل مفاجئ ما بين موسم وبدايه موسم قادم. طبعا انت بتتكلم في، بص خلينا نبص الامور بشكل احترافي تماما، نكمل على طول بما احنا عندنا بنابديت للعالم كله الامور بتبقى ماشيه ازاي بشكل احترافي. عندك بتعلي القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه، بتبص على بطولات على طول، بتعلي من مواردك، بتبص انت بتبص في كذا اتجاه، بتنظر في كذا اتجاه، وفي نفس الوقت انت بتنظر لمصلحه ولادك، مصلحه لعيبتك، ما بتبصش من مصلحه واحده او من منظور واحد اللي هو هدف النادي فقط، لا موضوع مختلف في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبص لمصلحه النادي ومصلحه اللعيب، الاثنين بجد انا بقولها لك بامانه وهو ده السياسه، ان الاثنين بنفس القطعه وبنفس الطرق ونفس المنظور، نفس طبعا شكل موازي تماما، فهي الموضوع كده، انت هدفك انك بتحافظ على اولادك وفي نفس الوقت بتحافظ على بطولات، بيبقى في حاجات تدعيمات، بيبقى في تسويق للعيبه، بترفع القيمه التسويقيه بتاعت فرقتك، بص البطولات، كل الكلام ده انت بتحاول تعمل الكلام ده بنجاح، ما ينفعش يكون في يعني نجاح كمان ب 100%، ما ينفعش يبقى 99%، فانت تقدر تبص الموضوع ده ملفات كتير جدا، ولكن الحمد لله احنا ولاد النادي واحنا باذن الله قادرين على ان نحل كل الامور ان شاء الله. اخر سؤال كابتن فضل عشان ما اطولش عليك، موعد الاجتماع القادم لجنه الكوره ولا الاجتماع مفتوح؟ يعني في اي وقت خلال الساعات القادمه الاجتماعات مستمره؟ كابتن حسام، يعني كابتن حسام غالي هو اللي يسال في طبعا في كمنسق، طبعا هو يسال في الكلام ده، ولكن زي ما بقول لحضرتك اخيرا كل سنه والساده المشاهدين طيبين، الناس تطمن، الامور كويسه باذن الله، ودايما النادي بتاعنا رقم واحد باذن الله. شكرا كابتن فضل وتعازينا ليك للمره الثانيه. شكرا حسام، طيبين. إذا ده كان لقاءنا مع كابتن محمد فضل مدير التعاقدات، كشف عن تفاصيل كثيرة جدا في اجتماع لجنة الكرة اليوم الذي عقد بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، خاصة أن اليوم كان الكشف عن هوية المدير الفني القادم حمراء، لكن كابتن محمد فضل كشف أمور كثيرة جدا، اعتذار المدرب في الساعات الأخيرة، وبالتالي خلال الفترة القادمة هناك اجتماعات متواصلة ومستمرة بالنسبة لقطاع كرة القدم لمسألة بحث المدير الفني القادم الذي سيقود فريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وأيضا في هذه اللحظات يمكن عقب لقائي مع الكابتن محمد فضل هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، هناك اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد في قاعه الاجتماعات امام حمام السباحه عقب اجتماع لجنه الكوره مباشره، وبالتاكيد خلال الساعات القادمه الاجتماعات مستمره، اجتماع لجنه الكوره اجتماع مفتوح لبحث هذا الملف خلال الفتره القادمه في ظل استعداد الفريق للموسم القادم وتحديد القائمه والملامح الاساسيه والرئيسيه بالنسبه لهذا القطاع خلال الفتره القادمه. تلك هي المتابعه والتغطيه من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر لهذا الاجتماع الهام، اجتماع لجنه الكوره اللي حظى باهتمام متابعة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير. ده كان حوار مع الكابتن محمد فضل المحترم المحترف في شأن ملف مدرب النادي الأهلي الجديد. طبعا حضراتكم شايفين وحضراتكم سمعتوا وتابعتوا كلام الكابتن محمد فضل عن طريقة الاحترافية في التعامل. يعني ايه احترافية في التعامل؟ انا لما باجي بروح اجيب مدرب اجنبي ده معناه ان هو خبير، عنده علم، عنده نوها وعنده طرق وفلسفة في كرة القدم بحتاج ان انا يعني استعين بيها عشان اطور من مستوى فرقتي، وفي نفس الوقت عشان ابتدي ادخل كرة جميلة للنادي الاهلي اللي عنده فلسفة خاصة ان انا لازم العب على البطولة في نفس الوقت العب كرة جميلة وكرة ممتعة وكرة هجومية. النادي الاهلي في هذه الامور بياخد خطوات، كنت شرحت لحضراتكم في حلقات اخرى وحلقات سابقه كيفيه اختيار مدير فني للنادي الاهلي وما هي المعايير وما هي الشروط، وحتى كان معانا مداخلات مع الباشمهندس عادل القيعي وطرق التفاصيل في هذا الامر وتحدثنا كثيرا، ولكن في هذا الامر خاصه التعاقد مع مدير فني افتراضا ان هو اجنبي، افتراضا ان هو محترف، ولكن تم التعامل بطريقه غير احترافيه، ممكن تقول امبروفيشنال انبروفيشنال، يعني حتى بالمصطلح الانجليزي اللي حضرتك حابب تحطه، لان في هذا الامر هناك بزنس از بزنس، انا ما دام وقعت اذا انا درست كل الامور. النادي الاهلي حينما يوقع مع احد المديرين الفنيين يتم دراسه فلسفته، يتم دراسه اسلوبه،
يتم دراسة تعامله مع اللاعبين، يتم دراسة ما هي مميزاته، مش فقط مجرد ورق أنا بطلع عليه، لا بيتم. احنا عشان كده في لجنة كورة فيها خبرة كتير، في خبرة في التعاقد، فيها خبرة في التدريب، وفيها خبرة عندهم خبرات كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الأمور، في ناس في التعاقدات، في كل شأن أو كل شؤون كرة القدم بيبقى في حد اكسبرت، بيبقى في حد خبير بيتم أخذ النصيحة وتم أخذ مشورته في هذا الأمر. إذن هو أمر استشاري وعشان كده ده أمر احترافي، ولكن المدير الفني الأجنبي اللي المفترض أن يكون محترف ويجي بعد ما يوقع العقود ويتبعت له التيكت ويعمل يقول لك بيزنس إس كانسل، ده هنا فيها غير احترافية، وده مكسب للنادي الأهلي، ده مكسب للنادي الأهلي أن يكون مدير فني عنده حتة أنت ما كنتش واخد بالك منها يطلع مش محترف، لأن النادي الأهلي بالنسبة له هدف وحلم. هدف وحلم بالنسبة لأي مدير فني أجنبي مهما كان اسمه، مهما كان اسمه على مدار التاريخ من 1907 لحد 2018، انت جالك مستر كوتي، جالك مستر فايس، جالك ألان هاريس، جالك مانويل جوزيه، جالك هولمان، جالك تسوبل، جالك جاريدو، بيسيرو، جالك مارتن يول، فإذا من أنت وسط هؤلاء وماذا ستفعل؟ وبعدين أنت عندك حاجة، النادي الأهلي طوال تاريخه النادي الأهلي فوق الجميع لأنه عنده حاجة قعد، يعني يمكن الناس بتوع الاقتصاد هتفهم الكلمة دي، حاجة اسمها الجود فاليو. يعني إيه الجود فاليو؟ القيمة الكبيرة، قيمة كبيرة جدا في كرة القدم. نادي القرن، أنت هتيجي سيادتك هتيجي تمسك تدرب نادي القرن، النادي الأكبر شعبية على مستوى الوطن العربي ومستوى أفريقيا، مفيش حد في العالم ما يعرفش إيه هو النادي الأهلي مهما كان هو مين، ما يعرفش قيمة النادي الأهلي، ما يعرفش قوة النادي الأهلي، ما يعرفش تاريخ النادي الأهلي سواء في مصر أو في أفريقيا. فأنت جاي واخد هتمسك فرقة أولا هي بطلة الدوري، بطلة الدوري رقم 40 وعامل أرقام قياسية في الدوري، خلاص أنت تيجي تفتح كده جينيس ريكورد الكرة المصرية اتفرج على النادي الأهلي هتعرف كل الأرقام القياسية رايحة فين من فضل الله سبحانه وتعالى. وده مش مجرد كلام، احنا بنتكلم في أرقام وقائع، فبتتكلم في أرقام ووقائع، إذن أنت تتحدث بالاحتراف وتتحدث عن الاحتراف. فحينما يكون هناك تعاقد مع شخص غير محترف ويتم الصراحة الرجوع عنه، إذن ده بالنسبة للنادي الأهلي أمر جيد، نبتدي نبص على بلان بي والأمر الآخر ونبتدي نمشي في المسارات الأخرى ونشوف وندرس، والأمور لسه فيها بعض من الوقت، لأن في حالة قلق بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في الشارع، في حالة قلق، كله بيسأل من هو المدير الفني، طب هو ما جاش ليه؟ في حاجات يا جماعة بتدرس، وفي حاجات مش ما ينفعش إنها تطلع لوسائل الإعلام. وبعدين أي مدرب هيجي النادي الأهلي وده موجود في الأوروبيين بيبتدوا يسألوا زمايلهم، يعني لو في مدرب جاي من البرتغال هيبتدي يرفع السماعة لمستر مانويل جوزيه، يا مستر مانويل حضرتك كنت موجود في النادي الأهلي هل حد أخر عليك فلوسك؟ هيقول له لا. يا مستر مانويل هل مجلس إدارة النادي الأهلي بخل عليك بأي من متطلباتك؟ هيقول له لا. مستر مانويل أنت كنت في مشاكل، حصلت مشاكل في مصر، هل النادي الأهلي وقف جنبك ولا سابك؟ هيقول له لا، النادي الأهلي كان دائما وأبدا داعم ليا بدليل ان انا حققت ريكوردز مع النادي الاهلي في الحاجه الفلانيه، وخدت بطوله افريقيا وخدت كذا وصلت كاس العالم للانديه في اليابان و و و الى ذلك. هي دي الجود ويل والجود فاليو اللي انا بقول لحضراتكم عليها، انه هيسال زمايله في هذا الامر وهيبتدوا. والاوروبيين كده، الاوروبيين بيدرسوا الامور جدا قبل ما ياخدوا اي قرار. نفس الشيء لو مدرب من المانيا ابتدي يرفع السماعه، او هيروح هناك في حاجه اسمها الكوتشنج ميتنج اللي بيحصل انول في المانيا وبيبتدي التعامل وكلهم اسره واحده، هيروح الاتحاد الالماني. انا اقولها لكم كده بمنتهى البساطه، هيروح الاتحاد الالماني، يا جماعه النادي الاهلي كيفيه التعامل معاه؟ مين كم واحد من زمايلنا راح؟ هيقولوا له ده انت عندك مستر هولمان ومستر سوبل ومستر فايسا و و و، هل كان في مشاكل ما بينهم وما بين هذا هؤلاء المدربين؟ هيقولوا لا اطلاقا. ده النادي الاهلي كان سبب شهره بعض منهم. النادي الاهلي بسبب احترافية مجلس إدارته سبب شهرة وسبب نجاح بعض منهم، لأن في ناس بتيجي عندك وهم السي في بتاعهم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتبقى غير معلومة، ويبقى هو مثلا على مستوى بلده. وأنا هقولها لحضراتكم، مستر مانويل جوزيه حينما جاء إلى النادي الأهلي
مستر مانويل لم ياتي الى النادي الاهلي وهو مدربا لاف سي برشلونه ولا ريال مدريد، لم ياتي وهو مدربا لبايرن ميونخ، ولكن مع وجود فلسفته واسلوبه وطريقته الاحترافيه الكبيره الصراحه في كره القدم وشخصيته، ووجود دعم مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريقه، والدعم هنا ياتي في توفير لعيبه وتوفير بنيه تحتيه واساسيه وكل منظومه كره القدم، حقق مستر مانويل جوزيه انجازات كبيره جدا، وغيره كتير. فلما يجي يسال على هذا الامر هيلاقي كتير جدا كلام مهم جدا كلام مهم. قبل مجلس ادارته الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. ما هو عشان نيجي نتكلم، لما نيجي نتكلم على مبادئ وتاريخ النادي الاهلي بنتكلم على امر واقع، هذا لا يحدث. فلما يجي حد يتراجع اذا ده بيبقى امر غير مقبول زي ما قال كابتن محمد فضل، وغير احترافي. حاجات دي ساعات انت ما بتشوفهاش، يعني فعلا اي حد بيتعامل مع اجنبي يقول لك ده انا كلمتي سيف، فما بالك بقى كمان ان انت وقعت عقود وبعت تذكره طيران و يعني وفرت اقامه، عملت كل حاجه، انت من ناحيتك انت فيري بروفيشنال، ومن ناحيته ده يقلل منه هو شخصيا، لانه بيتعرف في الوسط ان تم التعاقد مع كذا وتراجع بسبب ظروف اسريه، والظروف الاسريه دي ما بتسمعهاش في هذا الامر. ده كان امر مهم جدا جدا وكان لازم نتحدث عنه. نروح لامر اخر، وهو ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيلبي دعوه اللجان العامه بالنادي، وحضر حفل الافطار اللي ضم لجان عديده ابرزها لجنه المراه واسره الباليه المائي وذوي الاحتياجات الخاصه، ومعانا تقرير لان دي حاجه مهمه جدا، وده في اطار اسره عائله الاهلي اللي بتبناها الكابتن محمود الخطيب. نطلع نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. كل سنة الأول وانتم طيبين، وكل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بألف خير وصحة يا رب. تجمع مع أهلنا في مدينة نصر، مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الباليه، مع لجنة المرأة، مع أعضاء أهل مدينة نصر، يوم جميل من الأيام الرمضانية الحلوة الأهلوية اللي كلنا حاسين ان احنا عائلتنا واتنا واهلنا، مش حاجه غريبه يعني. الحمد لله حرصنا من اول ما بدأنا، من اول ما المجلس نجح في الانتخابات، ان احنا نتناوب حضور اجتماعات مجلس الاداره على فروع النادي. فحصل قبل كده في الشيخ زايد، وحصل في طبعا في اهل الجزيره كتير، واهل مدينه نصر يمكن دي ثاني مره برضو نعمل اجتماع هنا. فالحمد لله بتدي طابع من الالفه، وطابع النادي الاهلي ده ملك الاعضاء كلهم، مش ما فيش تفرقه بين اي مكان والتاني. زي ما كنا بنقول ايام الانتخابات، هو اسمه الاهلي اللي موجود في منطقه مدينه نصر، والاهلي اللي موجود في منطقه الشيخ زايد، مع يعني منطق فروع بنقولها بس لتسميه، لكن مش بنعلم فرع، انما كله النادي الاهلي وكله احباء النادي الاهلي واعضائه، اللي الحمد لله دايما بنحس بالالفه بتواجدنا ما بينهم، وفي اتصال دايما الحمد لله. ويمكن الاعضاء نفسهم حاسين بكده يعني، من اول ما بدانا الحمد لله وفي اتصال دايم بيننا وبينهم، سواء هو بيجي مناسبه ان احنا فطرنا معاهم، لكن في العادي ان احنا متواجدين على طول في وسط الاعضاء. الفكره رائعه واكثر من رائعه الحقيقه. كانت دعوه من مجلس الاداره ان لجنه المراه هتبقى مشارك في اليوم الجميل ده. لجنه المراه عملت ديش بارتي زي ما حضرتك شايف، بقى ترابيزه ما شاء الله بقى كده. احنا شرفنا وكان لينا حقيقي الشرف ان الكابتن ساب كل الترابيزات وجالنا احنا الحمد لله. بص احنا كنا حريصين ان كل شيء يتم بايدينا وسرعه ايدينا عشان تبقى فعلا جو رمضاني حلو. المفارش بتاعت رمضان، الفوانيس بتاعت رمضان، المشروبات الرمضانيه، كل اجواء رمضان الحمد لله كانت على ترابيزه لجنه المراه. اولا شابو لمجلس الاداره انه دي فكرته، ان هو يجمع فكره الترابط والتجمع، وان كلنا نعرف بعض وكلنا يبقى في ما بيننا تواصل، سواء حتى في كوبايه قمر الدين زي ما بيقولوا، وده شيء جميل جدا جدا. احنا حقيقي يعني كلنا كنا مبسوطين ان كلنا بنعرف بعض. في ناس كتير ما كانتش تعرف لجنه المراه، اللي هي لجنه يعني جديده شويه، ما كانش في لجنه زي ما حضرتك عارف، ما كانش في مرأة. نعمل النادي بالذات في الوقت اللي بيبقى عصيب او وقت فيه اي مشاكل، كلنا ورا الكابتن الخطيب وكلنا تحت شعار الاهلي فوق الجميع فعلا. فكان يوم جميل جدا في امسيه رمضانيه حلوه،
والناس كلها اتجمعت، ويمكن شايف المنظر حضرتك كل الناس والابتسامه عليهم كلهم، ففضل ونعمه من ربنا والحمد لله على كده. كل سنه وانتم طيبين لكل اعضاء وجماهير النادي الاهلي، مجلس الاداره، المكتب التنفيذي، اعضاء اللجان، يا رب دايما ينعاد علينا دايما كده بالخير والبركه يا رب ان شاء الله. والله احنا الحمد لله رب العالمين، يمكن احنا بس الفتره الاولانيه عقبال ما بدانا نكون اللجان، زي ما الكابتن الخطيب قال في المؤتمر اللي كان عامله في النادي الاهلي، ان احنا اخترنا افراد اللجان ديت من خلال مقابلات شخصيه عشان كل واحد نقدر نحطه في المكان اللي يقدر بيخدم به الاعضاء. وبالتالي اللجان دي يمكن اتاخرت شويه في بدء الفعاليات بتاعتها، لكن النهارده الحمد لله على الارض لجنه المراه عملت 3 ندوات في رمضان، لجنه الشباب عملت دوره رمضانيه قابلنا فيها بعض الصعوبات مفيش مشكله، لكن ان شاء الله النهائي هيقام يوم الاحد والدوره مشيت في اطارها السليم 100%. كل ده في اطار برضو برنامج عائله الاهلي، مش عايزين ننسى ده، ان احنا النهارده متجمعين، المنظر الجميل اللي احنا شفناه ده كله في اهلي مدينه نصر، وان شاء الله هيتكرر اعتقد في الجزيره الأسبوع اللي جاي. كل ده في إطار برنامج عائلة الأهلي، كلنا ملمومين حوالين بعض، كلنا أسرة واحدة، كلنا أهلوية، كلنا بنحب النادي الأهلي، ودي الرسالة أنا بقولها لكل أعضاء النادي الأهلي، كلنا أهلوية، كلنا ورا النادي الأهلي، ولابد إن احنا نكون معاه في شدة قبل ما نكون معاه في رفاهية كمان إن شاء الله. استحدثنا فعلا لجنة الشباب ما كانتش موجودة، ودي ده جات لنا أثناء جدا لاعضاء النادي، كمان قعدنا لجنه المراه للحياه قبل كده كانت في الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده، لجنه المسؤوليه المجتمعيه اللي على راسها نجم كبير زي الكابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه يا رب ويوفقه دايما، لجنه القدرات الخاصه برضه في شكل جديد الاعضاء هنا هيلمسوا منها هذا التغيير، بالاضافه للجان التقليديه اللي كانت موجوده زي اللجنه الثقافيه ولجنه الرحلات، برضه جداول الرحلات منتظمه بشكل كبير، تحسن الاداء بشكل كبير في الشهرين اللي فاتوا، وان شاء الله الى الامام باذن الله. يا رب احنا دلوقتي في اي مغفره، والله انك عفو كريم، تحب العفو عفو عنا، فرب ربنا يكرمنا كده ويوفق النادي الاهلي ويوفق مجلس الاداره ويوفق الكابتن الخطيب، وان شاء الله ينعاد علينا رمضان ويبلغنا رمضان دايما، واقول لكل الاعضاء كل سنه وانتم طيبين واسركم بصحه وبخير وسعاده. اهلا بحضرتك وسادتك والساده المشاهدين طيبين. الحمد لله فعلا اللجان السنه دي بعد تشكيلها عملت شغل قوي جدا ومحترم جدا. لجنه الشباب السنه دي يمكن كانت اول مهمه ليها هي تولي ملف دوره عائله الاهلي رمضانيه. الحمد لله السنه دي عملنا فيها شغل مختلف تماما عن السنين اللي فاتت. الدوره كانت مقامه على مستوى 3 فروع. الدوره كانت مقسمه جواها لمسؤوليه مسؤول فني ومسؤول مالي ومسؤول اعلامي. شاركنا جبنا شباب النادي متطوعين للمشاركه في اداره الدوره الرمضانيه السنه دي، وننتظروا كمان مفاجات في الفاينل ان شاء الله يوم الاحد في الصاله المغطاه، لاول مره بيشارك فريق نسائي في النهائي. فالحمد لله الشكل مختلف تماما. يمكن كمان مجلس الاداره واللجنه العليا والمدير التنفيذي ساعدونا كتير قوي الحمد لله، وان شاء الله احنا الهدف بتاعنا بعد كده ان احنا نكبر الدوره دي اكتر واكتر، يمكن من احد اهدافنا ان احنا نعملها كمان لمشتركين من خارج النادي الاهلي ايام وايام، وان شاء الله نكون على مستوى والحاجه اللي تليق باسم النادي وتاريخه واعضائه ان شاء الله. وطبعا مجلس الاداره يحسب ليه ان هو لاول مره في تاريخ النادي الاهلي عمل لجنه شباب، لجنه شباب اول مره تشكل في تاريخ النادي الاهلي. الصراحه العشر اعضاء اللي في النادي الاهلي اتعمل لهم يعني اختاروا تم اختيارهم بعنايه من اللجنه العليا، كل الناس عندها افكار كبيره جدا، افكار في استثماريه وافكار للاستغلال حاجات كتير في النادي، افكار لتنميه موارد النادي بشكل اكبر، ويمكن الفتره اللي قدم مش قدم مشاريع اكبر ان شاء الله بعد رمضان في حاجات كتير قوي شغالين عليها تقدم للجنه العليا. واحنا الصراحه مجلس الاداره عمل شغل قوي جدا معانا واضاف لينا وساعدنا بشكل كبير جدا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنه باذن الله. نكمل مع حضراتكم اخبارنا. والنادي الاهلي غدا في احد الفنادق الكبرى عشان احتفالية الدوري رقم 40. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أرسل دعوة للجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري، كابتن أحمد أيوب، كابتن طارق سليمان، كابتن سيد معوض، كابتن أنيس الشعلالي، وكل أعضاء الجهاز الفني، كابتن أبو العلا، كل أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي في الفترة السابقة عشان يحتفل معهم بالحصول على الدوري رقم 40. مجهود كبير جداً تم بذله في المرحلة السابقة من هذا الجهاز. الصراحة
أرقام قياسية بالجملة في كل الأجواء، سواء بقى عدد نقاط، سواء في أهداف، سواء في عدد مرات فوز. يعني زي ما قلت لحضرتك كده، جينيس كده، جينيس ريكورد الدوري المصري الممتاز، هتلاقي اسم النادي الأهلي الحمد لله دائما وأبدا في الصدارة. في هذا الأمر هيكون موجود أيضا احتفالية من الشركة الراعية لاتحاد الكرة في احتفالية الدوري الممتاز، حاجة مهمة جدا. أيضا مع أخبار النادي الأهلي، النادي الأهلي هيرسل قائمته المحلية نهاية الشهر الجاري. طبعا الكابتن محمد يوسف حتى الآن اللي بيبقى قائم بأعمال بمدير الكورة والمدرب العام للنادي الأهلي، واخد صراحة دراسة مهمة جدا، ابتدى فترة الإعداد للموسم الجديد، وواخد الأمر بدراسة شديدة جدا وبعناية، وبيقول أني مفيش أي داعي أن أنا أستعجل في إرسال القائمة، لأن في لعيبة رجعت من أعراضها ولازم يتم النظر في أمرهم. نفس الشيء الوقوف على مستوى الكل والإجراء القياسات وإجراء ملف مهم جدا عشان يبتدي يخش النادي الأهلي في الموسم الجديد، وده مش محتاج سرعة خالص، ومفيش أي شيء يستدعي التسرع في أي نوع من أنواع القرارات في نهاية هذا الشهر، وده عشان يبقى كل الأمور بالنسبة للمدير الفني الأجنبي اللي هيأتي أيضا تكون واضحة للغاية، وما يبقاش في أي قرار اتخذ من قبل أن يأتي، لأن وارد بيبقى فيه وجهات نظر، يجي مدير فني يقول لك لا أنا عايز اللعيب الفلاني، اللعيب الفلاني ده مشي ليه. فبناء على هذا الأساس بيتم دراسة كل الأمور والتأني في إرسال القائمة حتى الميعاد المحدد لها، وهو يونيو الجاري. كابتن محمد يوسف، كنت قلت لحضرتك أنه هو بيجهز قائمة فنية شاملة للمدير الفني الجديد، دي فيها كل الأمور اللي بيحتاجها المدير الفني من ناحية القياسات البدنية، من ناحية كل بداية فترة الإعداد، الأرقام بتاعت اللعيبة في الموسم الماضي، كل هذه الأمور بيتم تحضيرها على أعلى 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 مستوى نادي الأهلي يا جماعة، وطريقة إدارته في شؤون كرة القدم وأيضا في كل الشؤون بتساعد أي مدير فني أجنبي، لأنه بيجي بيلاقي نفس المستوى الاحترافي اللي هو متعود عليه بره. يعني ومن فضل الله النادي الأهلي في هذا الأمر بيسبق العديد والعديد من الأندية حتى الأوروبية في تحضير هذا الأمر، وده من الحاجات المهمة. أيضا كابتن محمد يوسف هيتسلم تقرير طبي شامل عن حالة اللعيبة المصابين اللي عندهم تأهيل، وهم وليد أزار وجونيور أجاي، وهم بقالهم فترة صراحة واخدين هذا الأمر عشان ياخدوا راحة وتأهلوا على المستوى المطلوب. وكان طبعا وليد أزارو وجونيور أجيل الاثنين مش هيسافروا، ولا ده راح منتخب المغرب ولا ده راح منتخب نيجيريا، فحتى طلب النادي الأهلي عودتهم عشان يبتدوا يخشوا في استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، عندنا بار مهمة جدا عن منتخب مصر وباقي المنتخبات. نطلع فاصل ونرجع ونكمل كلام. نروح لأخبار منتخبنا الوطني اللي وصل اليوم قادما من معسكره اللي أجرى فيه العديد من المباريات الودية. في حالة الصراحة يعني عدم رضا عن أداء منتخب مصر في اللقاءات الودية والعقم التهديفي وطريقة اللعب، ولكن الفترة اللي جاية محتاجة دعم أكتر من كده. الجهاز الفني كان بيحاول يشوف بعض الأمور، وهناك العديد من الأخطاء اللي إن شاء الله يحاول انه يصلحها. عودة محمد صلاح للعبة تفرق كتير جدا مع منتخب مصر، لان حتى ليفربول حينما لا يكون محمد صلاح موجود بيفرق كتير، فما بالك من منتخب مصر وحتى ليفربول واكثر فرقة فيها محمد صلاح ما شاء الله بتلعب بطريقة باصي صلاح. فياريت النقد يهدى شوية على منتخب مصر ويكون الناس داعمة أكثر، وإن شاء الله يكون في تفاؤل، وأنا واحد من المتفائلين إن شاء الله منتخب مصر يشرفنا كويس في المونديال. عايز أقول لحضراتكم سريعا أني في مران يوم السبت، ده المران الوحيد اللي هيقيمه المنتخب قبل السفر إلى روسيا عشان كأس العالم، وهذا
المران هيكون فيه 5000 دعوة، وفي البعثة هتذهب إلى جروزني كل من محمد طاهر إداري الفريق ومعاه الشيف أحمد فرج عشان الترتيبات النهائية، ومعهم طبعا سعد سمير أصلا لم يأتي إلى مصر وذهب هناك عشان عنده مشكلة في موضوع التأشيرة فيحلها سريعا قبل الذهاب إلى المونديال. في كل هذه الأمور ترتيبات اللي هتكون موجودة في آخر المحطات لازم الناس تكون داعمة ليها، لازم الناس تهدى شوية على مستر كوبر والجهاز الفني، وفي نفس الوقت إن شاء الله يكون في توديع لمنتخب مصر في آخر المران اللي هيقام إن شاء الله على استاد القاهرة، وهيكون في 5000 متفرج او مشجع او محب قول بقى زي ما تقول لهذا الامر. واحنا معنا على الهاتف سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا محمد وانت طيب ومستمعيك بخير وقناه الاهلي طيبه يا رب. عايز اعرف من حضرتك الاستعداد بقى استاد القاهره لهذا الامر كيف سيكون اليوم، وهل هم 5000 فقط ام اكتر، الدعوات، كل هذه الامور حابب ان حضرتك توضحها للجماهير. بص، هو كان في مؤتمر تنسيق من يومين بين عناصر الداخليه واتحاد الكوره عندي في الاستاد. وهم استقروا على 6000 دعوه. 6000 دعوه دول شخصيات عامه ومجلس النواب، رؤساء الانديه، رؤساء التحرير، الصحفيين، رموز الرياضه في مصر. كلهم هيكونوا موجودين، والدخول ان شاء الله من الباب الغربي الرئيسي على المقصوره، بحيث ان كلهم هيقعدوا في المقصوره الرئيسيه والاماميه، اولى يمين واولى يسار. اولى يسار. طيب. لسه جاهز والملعب جاهز، وهم هتبقى تدريبه خفيفه حوالي من نص ساعه ل 45 دقيقه، وقالوا احتمال ان يكون في يعني بعض الشخصيات تنزل، ده وارد حسب ما يسمح مستر كوبر انهم ينزلوا ويسلموا على اللعيبه ويودعوهم. يعني هيبقى في نوع من انواع التواصل ما بين الجهاز الفني واللعيبه وشخصيات الحضور. احتمال يعني اذا سمح كوبر قالوا هيستاذنوه اذا كان ينزلوا يسلموا عليهم ويودعوهم، واعتقد ان ده ممكن يعني جزء من مجلس النواب مثلا، السيد الوزير اكيد يعني، طبعا مهندس خالد هيحضر طبعا ان شاء الله. طيب انا عايز اسال حضرتك امتى هيكون بدايه المران؟ من الساعة 10. من الساعة 10. الساعة 10 بعد الفطار يوم السبت إن شاء الله لغاية ماكسيمم 11 يعني. ويعني اللعيبة مثلا بعد الفطار مباشرة هيكونوا موجودين ولا هيكونوا موجودين في الاستاد؟ لا، هم هيكونوا موجودين في الاستاد على 9:30 إن شاء الله. على أساس عقبال ما يجهزوا وبعدين يخشوا على الملعب بإذن الله الساعة 10. طيب بالنسبة لاستاد القاهرة يا سيادة اللواء، يعني استاد القاهرة بالنسبة للجمهور المصري هو رمز كرة القدم، عنوان كرة القدم، فكنا سامعين ان في بعض يقول ان هيبقى في تحول. في اخبار صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتحويله الى هيئة اقتصادية بمسمى الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي. لسه ان شاء الله لما نعرف هيصدر قرار سيادته برئيس مجلس الاداره ثم اعضاء مجلس الاداره من تشكل من مجلس الوزراء، وهنبدا في الاجراءات على طول. وزاره الماليه بتعد العده اللي هننتقل من اداره الى اداره بحيث ان يكون هيئه خدميه رياضيه استثماريه، يعني هتبقى برضو لخدمه المنتخبات والاتحادات واللجنه الاولمبيه، وهتبقى خدمه الانديه وهتبقى استاد رياضي للكبار والشباب ان شاء الله. باذن الله يا فندم يكون دايما استاد القاهره هو كما كان صراحه رمز كره القدم سواء في مصر او في افريقيا. عايز اقول لك يا محمد هي خطوه ممتازه جدا وفي الصالح العام، وتخفف العبء على مؤسسه الدوله، وان شاء الله مش هيبقى في فرق كبير. لا ده هنبقى هيبقى من حق الهيئه تعمل شركات وتتعاون مع شركات خبرات سواء مصريه او اجنبيه، وان شاء الله يعني هيبقى في تخطيط وفي مفاجات كده باذن الله هيعلنها سياده الوزير باذن الله. واحنا بس هنشدد مع حضرتك تهتم بارضيه الملعب كده دايما باذن الله. ما انا بقول لك ان شاء الله يستبشر خير باذن الله يا فندم، والجمهور يستبشر خير ويعود الجمهور ان شاء الله ويكون فتحة خير بإذن الله. بإذن الله ست اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة
بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. عندنا اخبار كده اقولها حضراتكم سريعا. محمد صلاح نجم طبعا ليفربول دايما حريص انه يروح نادي المقاولين، النادي اللي اتربى فيه، النادي اللي موجود فيه كان قبل ما يطلع لبازل في مشواره الاحترافي، فحرص على زياره المقاولين، نادي المقاولين العرب، والتقاء المسؤولين وايضا العمال وكل الموجودين في نادي المقاولين، وهو دائما حريص على هذا الامر. محمد صلاح من اللعيبه الوافيين، وهو كان خلص برنامجه العلاجي في اسبانيا وجاه هنا عشان يقعد بعض الوقت مع اسرته في الغربيه قبل طبعا ان يتوجه ان شاء الله مع بعثه المنتخب الى روسيا، وباذن الله باذن الله هيكون جاهز للمباراه اللي امام طبعا منتخب الاورجواي. في تفاؤل كبير جدا، ومستر كوبر حتى صرح تصريحات اتنشرت في وسائل الاعلام الخارجيه انه ان شاء الله هيكون جاهز لماتش الاورجواي. ده في سحور نادي المقاولين مع حضراتكم الناس اللي موجوده هناك، وطبعا محمد صلاح في اي مكان في العالم بيصنع الحدث، يعني دائما وابدا بيصنع الحدث في اي مكان هو بيكون موجود فيه. دي حاجه دائما صراحه الواحد متعود عليها من هذا الوحش المصري اللي ان شاء الله يعود بقوه لمنتخب مصر في المونديال. نروح لاخبار المونديال ونروح لاخبار منتخب تونس اللي هيتوجه اليوم الى روسيا عشان استعداد العالم والعالم، وهيلعب منتخب اسبانيا. حاجات المبشره في بعض الامور، ولكن في يعني كلام تاني او وجهه نظر تانية يقول لك ما تحكمش على الود. يعني في منتخبات كتير في، يعني احنا حتى قبل كاس الامم مع كابتن حسن شحاته كنا في الماتشات الوديه ما بنفوز بيها وبنروح ناخد البطوله، فالماتشات الوديه بتبقى تجارب، ولكن كل ما تستعد كويس كل ما تبقى بالنسبه لك احسن. احنا طبعا بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه عشان يكون طبعا في تواجد عربي قوي في المونديال بشكل قوي جدا. برضو افكر حضراتكم ان لاعب النادي الاهلي اللاعب علي معلول موجود مع المنتخب التونسي وهيشارك وبيشارك بشكل اساسي في مع المنتخب التونسي اللي مجموعته قويه جدا، معاهم انجلترا ومعاهم بنما ومعاهم منتخب بلجيكا اللي كان منتخب مصر بيلعبه. عندي خبر مهم جدا 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 ولازم نتكلم عليه. فلسطين بتكسب الكيان الصهيوني 1 في الغاء مباراة منتخب الأرجنتين والكيان الصهيوني اللي كانت هتقام في داخل القدس. المباراة ديت بالنسبة لمنتخب الأرجنتين لا تساوي شيء سوى الفلوس، لأن ما هتقول لي منتخب الأرجنتين رايح كأس العالم وعايز يستعد، مش هروح استعد قدام إسرائيل. خلينا واقعيين، يعني حتى منتخب الإسرائيلي دلوقتي وقبل كده ما عندوش اللعيبه اللي هتخلي ميسي واجوايين واجويرو والنجوم الكبيره هي دي اللي هتستعد استعداد جيد يعني. فالامر بالنسبه لهم هم بروباجندا. خلينا اقول لحضراتكم ان هذا الامر بشكر فيه كل المسؤولين في الاتحاد الفلسطيني ودوله فلسطين على التحرك الصح اللي عملوه على الصعيد الدولي حتى يتم الغاء هذه المباراه. الاتحاد الفلسطيني صراحه اتجه في كل الاتجاهات. اتجه الاتحاد الارجنتيني وبعت له خطاب رسمي وقال له هذه المباراه هتقام على دماء الفلسطينيين ويجب الغائها لان ليها اسباب سياسيه اكثر ما هي اسباب رياضيه. وهنا اسرائيل كانت عايزه تدخل السياسه في الرياضه. الراجل اللي اسمه نتنياهو بتاعهم ده كان عايز يستفيد باي حاجه، عايز يحسس الناس ان القدس هي عاصمه اسرائيل وان شاء الله دائما وابدا تظل القدس العاصمه الابديه لاسرائيل لفلسطين. وهذا الامر امر مهم جدا جدا جدا، لان على المستوى الدولي ان انت تكسب حاجه بهذا الامر وتم الغاء مباراه كانت مجهزه من قبل الكيان الصهيوني عشان احتفاليه 70 سنه على قيامهم، دي حاجه انت ضربتهم فيها او الشعب الفلسطيني ضربهم فيها في مقتل، لان انتوا حضراتكم مش متخيلين دي وقفه من الوقفات اللي كانت موجوده في غزه، وكل اخواننا في فلسطين كانوا بيتظاهروا عشان الغاء هذه المباراه. وحتى في معسكر المنتخب الارجنتيني في اسبانيا ذهب بعض من اخواننا هناك وحطوا تيشرتات منتخب الارجنتين عليها بعض من الدماء، يعني صوره ان دي هتبقى اللقاء ده على دماءنا احنا، لان طبعا حضراتكم متابعين اللي بيحصل في داخل
الموضوع بتاع إسرائيل وفلسطين، وإن شاء الله يعني دايما كده يكون في تقدم، الناس اتحركت صح، حتى المنظمات الحقوقية ادت للمنتخب الفلسطيني الصراحة قدره، وأيضا الاتحاد الفلسطيني ورد الصراحة الاتحاد الأرجنتيني بالغاء هذا اللقاء. في ناس بتقول لأسباب أمنية وفي ناس بتقول لتهديدات، كل هذه الأمور مهم أن الأمر في هذا الشأن إلغاء مباراة منتخب الأرجنتين في الكيان الصهيوني أنها تم إلغائها، وهو ده الانتصار 1-0 للشعب الفلسطيني. خلينا نروح لموضوع بعثة تونس اللي بتتوجه إلى روسيا عشان تستعد للمونديال، وده أمر مهم للغاية، لأن احنا كنا بنقول لحضراتكم أن في طبعا اهتمام عربي، في مشاركة عربية كبيرة في هذا المونديال، واحنا معانا من تونس الناقد الرياضي الأستاذ نجيب النجريسي. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. عايز أعرف من حضرتك آخر استعدادات المنتخب التونسي للقاء الودي أمام إسبانيا وأيضا للمونديال. كما تعرفوا اليوم المنتخب الوطني التونسي كان سافر الى مطار كرازادور في جنوب روسيا، كان الوصول تقريبا حوالي الساعه 4:30 بتوقيت تونس الى مطار كرازادور. كما قلنا الرحله كانت مباشره مطار تونس قرطاج، كانت تجربه كبيره بالنسبه للمنتخب التونسي اللي يرجع للكوب دو موند والكاس العالم بعد 12 سنه ما شاركش من مشاركه 2006 بعد 12 عام. يرجع المنتخب الوطني التونسي. برنامج المنتخب يكون اكيد تحضيرات معسكر اعدادي للمباراه اللي بتكون نهار السبت، مباراه اسبانيا وهي اكثر وديه بتكون في برنامج المنتخب. كما نعرف المنتخب عمل برشا مباريات وديه، منها تعادل مع منتخب برتغالي 2-2، ايضا كان عمل مباراه وديه قدام كوستاريكا والانتصار 1-0، واخرها تعادل كذا بين المنتخب التركي 2-2. على كل من الاجواء طيبه في المنتخب، كل شيء جاهز للمونديال، مع غياب يوسف المسيحي على المونديال بسبب الاصابه، نعرف ايضا غياب بعض اللاعبين، وايضا ثم ما زالت شكوك حول مشاركه وادي الخزري في مباراه اسبانيا من عدمها، خاصه انه راجع من اصابه جنوب المنتخب، في انتظار المباراه الاولى اللي تكون امام المنتخب الانجليزي. طب استاذ نجيب، عايز اعرف من حضرتك فندم، حضرتك سامعني استاذ نجيب؟ انا بس عايز اسال حضرتك لان الكل يتساءل، من يعوض غياب او دور المساكني الفني داخل الملعب في المنتخب التونسي؟ ما سمعتش السؤال للاسف. طيب انا بسال حضرتك، من يعوض مكان اللاعب يوسف المساكني داخل المنتخب التونسي فنيا نفس المركز؟ فنيا الحقيقه ثم بعض اللاعبين، نعرف وادي الخزري يمكن يلعب وراء المهاجم، لكن باش يكون في ظل غياب ياسين الخريش وغياب مهاجم فريق المنتخب باش يكون هو في المركز هذاك، لكن موجود نعيم السليتي، موجود ايضا يوسف البدري اللي قاعدين يقدموا في الوسط، طيب يعني موجودين عده لاعبين، ولو انه يمكن مباراه الوديه الاخيره اللي قام بها المنتخب ثم انتقادات على مستوى الدفاع وعلى مستوى حراسة المرمى، هذيك يمكن اللي مازال يقلق المدرب ومازال يقلق الشارع التونسي، لكن في الخط الأمامي ولا خط وسط الميدان بوجود أمين بن عمر، أيضا وجود الخيري محترف مونتيدي وفرجاني تيسي تقريبا ونيس البدري قدامهم ومعهم سيليكيو، وكما قلنا هذه الخزري جديدة يمكن حتى سمعنا بعض الانتقادات في حراسه المرمى، يمكن يكون ثم تفكير، ممكن ثم مطالب انه التعويل على حارس خبره كما ايمن المثلوبسي في المونديال، باعتبار انه الاخطاء اللي حصلت في الدفاع نتاعهم ايضا حراسه المرمى، ونعرف ايمن بلبولي حارس خبره يعني حتى في الاتصال مع المدافعين اقوى، لكن يمكن الاداره الفنيه يكون وراي اخر. استاذ نجيب المجريسي الناقد الرياضي الشقيق في تونس، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة عشان نعرف آخر استعدادات المنتخب التونسي الشقيق. اتكلمنا على حاجات مهمة جدا في حلقتنا النهاردة، بنصل إلى الختام، ودائما مسك الختام هو السلام، ودمتم في أمان الله وحفظه، وكل سنة وحبين تصبح على خير.